ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. شارع الخزان قبلت لي إنسان فيه الحلا ألوان سبحاني من صور. في شارع الخزان قبلت لي إنسان فيه الحلا. مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني، السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها وتوهكت. طيب أطلبي من حد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى أبي فزعك. أوكي للضروري تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بني بارتشن وراس محجر القطو. مو محجرة الهم، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي. عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. العب يا القطوة المحصن، والله مو بسهل. هلا والله، عاد حداك البيت البطل. أم عاد دوار ببيتكم. إيه دوار، وش عندك أنت انهبلت؟ لا لا لا، بس أول مرة أشوف دوار ببيت. تصدقين بديت أحسد القطو على كل شيء. أنت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. أنت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى أنا حبيتها، لوسي ترحب من أول نظرة، وبشرب عزس أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. ردمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. هديها وردة. وردة يقدبك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه مهب كاش اللي بعده، جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه، حتى لو مبغالي، أهم شيء يعجبها.
جبتها بكره هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكثر ثواريك. تفضل تفضل. طب غمضي يونس. ليش؟ أمانة غمضي يونس. جايب له سقطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، 3 ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاكي؟ في بتخرب قطوتي جايب قطاوة الشوارع عندي، حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني، علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم منحطين. أقول لك طردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه، لا تغلط، لأفصل عليك الحين، تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت فل كامل وكيوت ودراهم. إيه، شايفها أنت؟ لا أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت فل كامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. ها بشر، وش رسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان، أحسن لي أعيش وحداني، بشير أحمد شنان. صاحي أنت وجهك صاحي، لأخذ الزمزمية وأدمجك فيها. الأغنية دي رسلها لصالح، رسلها لتركي، مو هو البنت أنت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. أرسلت. عامر أنت مرتبط؟ أتحداك. وش قلت لك يا البلوك؟ البنت حبتني يا ولد، حبتني. وش تنتظر؟ قل لها ماني مرتبط. اسمع وخش في عينها وقل لها أبيك. أم عاد ما انت رثني أجاوب. أرسلت. إذا ما انت مرتبط أبيك تجيني بكرة وتقابل أبوي. وش أسوي الحين؟ وش أسوي؟ أثقل ولا أروح لها ولا أرسل لها؟ وش أسوي؟ علمني. تكفى. قل لها موافق. اخلص. أبشر ما هو بموافق. قل لها قدام. تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شو اخبارك؟ شعلومس؟ عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت؟ طيبه؟ شلون الوالد؟ عسى طيب. هذا بابي. بابي؟ ايش تقصدي؟ ما درسناها هذه يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس ما شاء الله. أنا كنت أحسبه بريكنج باد. أتحداك الكشخ البطلة، طق النظارات والقفل والحركات والكاظ والمركات. هلا والله، شخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل، الله يهديك تفضل. خذي وراه مائل يمين حاط مفاتيح. أوف 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 أوف، مجلسكم كبر بيتنا. عادي أنا والعيال نجي نلعب 11 كورة. أتحداك المجلس البطل.
الحين إذا جاء واحد وجلس هنا، واحد جلس هناك في آخر المجلس وبغى يسلفون، يدقون على بعض جوال. تفضل 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 عم. سم. أنا استاذن. يا عمري. أقصد يا عمري يا لوسي، مشتاق لها كثير. تبي أخليها عندكم؟ لا 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 لا، أخاف تفقدس وتبدأ تطلع أصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. أيوة، علمينا من بدري، هذا خوس؟ لا، هذا القهوجي. معاد محترميني. أنا بروح وأخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما، الله يهديك، الآدمي هذا ما راح ينفع لك. وليه ما راح ينفع لي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي، لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة، وألف نية أتمناك يا بنت الحلال. كفاية غصبتين على ولد عمي فهد، دكتور دكتور دكتور، وآخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي، وطلقني من ثاني أسبوع، ما رح أتزوج إلا عامر. طيب أنا معك وبمشي على اختيارك، ما في مشكلة، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقة. عطيت وضعية المحترم أبد، الكوش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خد معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي، وراك تناظر أنت قهوجي؟ إيه، قال لي أنا مو بنت. أوكي. الزبدة، ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو، إلى الآن خطتك في الصميم، متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا بوي وش عرفك أنت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت. وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنات الإتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شيء بتبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم، حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدين قل اللي تبي. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك إياه المضيف، بتقعد هيك. سلامات يا بوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل، نزل رجلك وحشم رجال، نزلها. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. طبعا أنت بعد ما بتقعد هني راح يسألوا شو حابة بتشرب السيد عامر؟ أنت هون بتختار، بدك شاي، بدك قهوة، بدك عصير مثلا، شو ما بدك. رايح كافي أنت تطلب، مالك كل القهوة والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين، بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح دغري على الدجاج وعلى السمك وعلى اللحمة، لا، بدك تفوت على المقبلين، حمص، فتوش، ورق عنب، بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات، عزيمة مشاوي حمص وتبولة، وين الشحم واللحم وين المفطح؟ يا خي أنا وشحمة ولحمة وهيدا مفطح، شو؟ عرفك أنت بالمرجلة. اليوم بعطيك دورة في المرجلة، لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام، لا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال، أوكي؟ فهمين عليك، قدام. يا عامر البنت ذي ما هي من مستوانا، لكن وش رايك أخطب لك بنت أختي منيرة، بنت مؤدبة وذوق. لا 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 يمه، منيرة مغرورة وحقودة وشايفة نفسها على مدري وش، خلينا نزوج شروق بنت جيراننا، معلمة رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات، تكفى يا عامر تزوج شروق، خليها تدرسني رياضيات. سلامات، كل واحد بيزوجني اللي يعجبه، أنا اللي بتزوج ولا أنتم؟ اسمع عاد، ترى ما أنا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يبو، ما يحتاج، الناس اللي بتزوج من عندهم كاش أبو الكاش، وهم ما يبون شيء، الزواج عائلي يبون رجال. أمحق رجال. على وجيههم حاطين العشاء الساعة 4 الفجر، لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا، وجايبين مطرب ومدخلين علينا.
هلا والله بالعائله البطله. ددير بد ددير بد ربد دربد. مساء الخير لاحلى اب وام واخت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور انا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوه المدام. وانت سوي ستريما ولا لوسي؟ اقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وانا شغاله عندهم. ايه شغاله الزبده. ابرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور. تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين، اوكي؟ يلا بعد اذنكم ابروح للمدام. الله يستر يا ابو عامر، لا تسوقه هالمره سوق. هاي ولدي ذيب ما اقدر عليه حنا، تقدر عليه انت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه. بعدين وراكم متجمعين علي كذا؟ أول مرة تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيح. ايه هذه سلبيات الزواج. ادخل بنادي يا ولد عمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تسقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. ايه هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي. ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحدة تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياة. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي. جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم. عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زوجة عامر، ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية كلمتها وشوية وتنزل. أم شكش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو؟ قطو اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها. وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم دام هم يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي. ليه تأخذها غرفتك؟ لا تنفخين، هي اللي جت عندي. كذاب. إذا كان زوجك ما تبي تاكل معنا تاكل معنا أنت. لا أبروح أكل معها، ما أشتهي وهي مي بجنبي. عجيب والله. سليمان تعال العشاء جاهز. وش فيك انت بعد؟ كتمه وكحه من بعد ما شلت القط والمخيس ذا. من الدبشه زوجة ولدك، نغسلها ملابسها ونطبخ لها ونوكلها هي وقطوتها، واخر شيء تسبب في مرضكم. بس تدرين شلون؟ انا اعرف شلون اتصرف معها. خلاص يا نوف ما نبي مشاكل، خليهم براحتهم. وش فيه؟ لوسي دورتها في البيت ما لقيتها.
بطلع ادور عليها. أزين لوسي، لوسي، لوسي. سارق قطوتي يا حرامي، والله ما خليك. خير خير، وش فيه على الولد؟ سارق قطوتي وتسألني وش فيه؟ ها والله ما سرقنا ولا شيء. شوف عيني، نوف بنت ابو عامر هي اللي ربت القطوة عند الباب، وتظلمين اننا سارقين؟ ضفي قطوتك. يلا 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 قم قم، يلا ضفي قطوتك. حول ولا قوة الا بالله. طيب متى اخر مرة شفتوها؟ نطلت لوسي في الشارع يا حقيرة. ليه؟ عامر سكت مرتك. ام عاد انت رميت القطو بالشارع؟ اي انا رامي القطو بالشارع، من يوم ما دخل بيتنا ما دانا للامراض والمشاكل، وانت ساكت وهي تتمادى. هدوا هدوا هدي يا نوف، وراس شدتها. انت وهالك المرضى العقليين شايفين انفسكم على ايش؟ عائله مريضه من اكبركم لاصغركم. شفت شفت تقول وانت ساكت؟ بعدين احمدي ربك ان اخوي قبل فيك. من زين يا بطاقيه. انا بطاقيه، انا بطاقيه. انت ولوسي طالقين طالقين طالقين. النسخه